داعي حارس مرمى، ابعاد سيء للقطة، ما زالت خطيرة، محاولة خطيرة، يا رب أي هدف خرافي، أي تسديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احمد نزار اليوم جاي لكم فيديو جديد باليوم راح نلعب فيفا 22، واليوم معانا مباراة اسطورية، مباراة رهيبة، مباراة راح تضلك على اعصابك طول الفيديو. بدون ما اطول اكثر بديش احرق كثير، لا تنسى اللايك والاشتراك واستمتع بالفيديو. اوكي قول لي يا اخوان، نفسي اجيب فان بيرسي، هو ليش حط سي ام؟ يا الله ميسي كريستيانو فان بيرسي ستيرلينج راموس ماركينيوس، يا الله دون روما ايش هالفريق، الله يستر. كان حاسس النتيجة راح تكون تاريخية. مباراة اليوم تلعب في الحاضر، خسارة المباراة الماضية في الأبطال يجب أن لا يكون لها أي تأثير سلبي على مباريات. حرام. أن الهجمة تجري في مكان آخر، تمركز بين قوسين ساذج بعض الشيء. يلا ليتس جو. رؤية ممتازة. ليتس جو. أقول لك أخلص من أولها يلا. جايب لي كل هالفرق على الفاضي يا زلمة، روح. اوه يا اخوان حاسس الاحتفال راح اندم عليه. يا عمري لا لا شك. لا لا ما تعديش تعديش. سلم. ينطلق رحيم ستيرلينج في عمق الملعب. مستحيل هذا التصدي. ليتس جو. يا اخوان عصب هذا. ايش اسوي معه؟ خلاص احتفلت بالغلط انا معلم. فرصة ما زالت قائمة. اوكي. ايوه. ايوه. لاعب المرتدات معه. اخ يا قلبي. مرر حكم بيمشيها ويعطي الافضليه. شت ليونيل ميسي انطلاقه للامام من فوكسز. لا يما التمريره. اوكي متسلل. والله تمريره رهيبه كانت يا عمري. ليفاندوفسكي بيعد فيها. يا الله ليش هيك رفعها؟ لو رفعها لفوق بدل ما يقدمها قدام. غلط. اوكي اوكي نايس. حارس يذهب للامساك بالكرة. ايش في يا حارة؟ خطيرة لكريستيانو. فكرت بلنتي. الكرة كانت صعبة. هذه اللقطة. اوكي. والله فكرت بلنتي. لا 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 غلط. كيفن دي بروين. حرام حرام خربتها انا. يا عمري يلا ليتس جو ليتس جو. ارجع اخلص ارجع اخلص. اوكي راح اندم انا عارف. ماشي يا عمري يا متسلل متسلل. حرام حرام الخار اللي سامح حكمي مش عارف حكمه جد. اوكي لا ما فيها ايش على الكرة. حرام عليك على الكرة. اخرج وخلص. شكل. امسك. شكل. بلنتي بلنتي حرام عليك اذا مش بدك فيه هذا. شو بدك فيه يا طبل فان بيرسي؟ قد ياتي التعادل من هذه الركله. شمال. حرام حرام حرام. شو بدك فيه انت هذا؟ ليش تزحلق عليه؟ الشوط الاول ينتهي. نقدر نجيب كمان جول هيك من البدايه يا رب. يلا الشوط الثاني سيبدا والتعادل سيد الموقف هنا.
ليتس جو. ليتس جو. مرة خلاص. اخلط بيبي. ليتس جو. والله انطونيو بدل الطيخ يا زلمه. لا هيك غلط. تتخلص كرة ليفاندوفسكي. كفو. لا يا زلمه لا تمرر هون. ليو ميسي. يا لحيم. كفو. لا يا اخوان انت بروح خلاص. والله حرام تمرات كثير بيض. تمرات كثير بيض يعني بشد عليها عشان يرسلها بعيد. روح مشط لي اياها جنبه. اطلع اطلع. اطلع كمل كمل. ليش رجع وقف؟ ليتس جو. رجعنا فوق. كان طلع رونالدو او ميسي طلع. لا غلط هيك يا عمري. لا اطلع مررها. شو 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 اوكي بس انا ما قصدي شي له بس كويسة. شيت مش طبيعي هذا. ليتس جو. يا اخوان تقهر تقهر والله. تقعد ساعة تحاول تجيب جول. اول ما تجيب جول اروح اجيب جول على طول انا. يا عمري تدخل ممتاز هنا. لا الله يعطيك العافية نيمار. يا الله يا اخوان بعدين 10 صار يقول 10 دول صار جاي في المباراة. اوكي يا رب اجيب جول انا مش هو انا. حرام وين راح الكرة؟ لا 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 جول. يا الله ايش اللي بصير يا اخوان؟ عمري يا عمري. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. حرام حرام. خلص بس ما يجي جول له. شت جول. يا الله شو المباراة هاي؟ شو المباراة هاي؟ مباراة نار نار. لا بعرضك قبل. جول. صحيح المباراة. ترى لسه ما فزتش انت. الله يرضى عليك. حبيبي اعطينا فيرتونجن يا زلمة. يلا يلا روح روح يا كين. تكفى تكفى يا كين تكفى يا كين. لو خليت فاردي احسن لأسرع.
يا عمري في الوقت المناسب. يلا تمريره ملعوبه. يا الله مش بتسلل صح؟ ليفاندوفسكي يا رباه ارسلها قذيفه في يا الاغلبيه. حرام شوف الانفراد الصريح، حرام حب يرسلها، حب يلعب لك كره في المرمى، لكن الكره بتضيع والكره بتروح في اللقطه. تمريره روح فالفيردي، يلا فالفيردي. مش طبيعي مش طبيعي، حرام حرام، هو تعبتني المباراة. عدها يا فروان. لا ليش هذا؟ اوكي يلا. يا الله مش طبيعي المباراة. والله الاثنين حرام نخسر، والله والله الاثنين حرام نخسر يا حبيبي. اعطيني من تحت. اوكي نايس. تدخل ممتاز في الوقت المناسب لايقاف المرتده. لا مرر. اوكي 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 يا رب يا رب. في بطريقه ممتازه ممكن تكون هذه اخر فرصه لتسجيل التعادل. لمين لمين؟ مش لهذا بمرر انا يا زلمه. ضيعت خلاص. جي جي. عندنا 7 دقائق. اوكي 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 برا برا. في في امل في امل يا اخوان. في في يا عمري يا فاردي مسرعك يا زياش. حرام حرام اللي صار، حرام. خذها اوكي. ما بعرفش شو التغييرات حرة، ما بعرف. فرصة من هذه الركلة الحرة لتسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة. هاي شوطة طيب يا زياش. خلاص صفر يا حكم خلاص. تصويب الآن صافرة نهاية المباراة والنتيجة السيئة للضيوف. والله حولت. بس فريقه كثير قوي، كثير كثير قوي. وين فريقه وين فريقه؟ آخ كرة نيمار حرام يا زلمة، ليش شاطر براسه؟ أنا مش فاهم.